نظم معهد جوتا الألماني في القاهرة احتفالية مشروع العلم حكاية الذي أشرف عليه المعهد بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وبيهدف المشروع لتدعيم الصحافة العلمية والإعلام العلمي في مصر ورفع الوعي بأهمية هذا المجال وتقليل الفجوة بين العلم والإعلام والجمهور ومكافحة ظاهرة الأخبار المزيفة. تعالوا نروح نشوف. العلم حكاية هو أحد مشاريع معهد جوتا بدعم وزارة الخارجية الألمانية عن طريق تنظيم ورش عمل للصحفيين لتزويدهم بالمهارات اللازمة لنقل العلوم لجمهور غير متخصص خارج المجتمع الأكاديمي. احنا اليوم بنحتفل بانتهاء البرنامج الخاص بالصحافة العلمية اللي قمنا بتنفيذه مع معهد جوتا، ومعنا اليوم ايضا الاستاذ متخصص من المانيا. بعد ذلك سوف نفتح النقاش وسوف نتحدث عن اهميه العلم وكيف يتم طرحه على المجتمع غير المتخصص. معهد جوتا طبعا بيشتغل في القاهره من 60 سنه، يعني فعلا فتره طويله جدا، يعني دي بس واحد من المشاريع. المشروع بدا في السنه اللي فاتت حول الصحافه العلميه. النهارده نحتفل في ختام الجزء الثاني للمشروع تحت عنوان العلم حكايه. جمعنا طرفين، يعني طرف الصحفيين والصحفيات ومن طرف اخر العلميين. كل طرف طبعا عنده لغته في شغله، وهدف المشروع انه فعلا نجمع بين الاثنين ونوصل لتعزيز الصحافه العلميه في مصر. ينظم المشروع برنامجا تدريبيا متكاملا للمشاركين في المشروع من الصحفيين والصحفيات لتزويدهم بالمهارات الصحفيه المتخصصه اللازمه لتغطيه الموضوعات والقضايا العلميه. احنا عندنا تعاون مع المانيا في مجالات كتير جدا، ومن خلال الهيئه الالمانيه للتبادل العلمي عندنا تعاون في جوانب متعدده، يعني من اهمها البرامج الاكاديميه المشتركه. لكن اللي احنا بنحضره النهارده يعني ندوه عن الصحافه العلميه، فمن ضمن انشطه الهيئه الالمانيه دعم الصحافه العلميه في مصر، فهم عملوا دورات تدريبيه لتدريب الصحفيين على يعني الصحافه العلميه، على تناول موضوعات علميه في قالب صحفي ويكون سهل وميسر للجمهور العادي. المشروع يهدف الى تدعيم الصحافه العلميه في مصر ورفع الوعي باهميه هذا المجال وتقليل الفجوه بين العلم والاعلام والجمهور ومكافحه ظاهره الاخبار المزيفه. يعني احتفالية مهمة جدا، كل التحية لمعهد جوتا بالقاهرة. احنا مفتقدين الصحافة العلمية بشكل كبير، يعني المساحات المخصصة للعلم في الجرائد قليلة جدا، حتى البرامج في القنوات الفضائية المخصصة للأخبار العلمية أو متابعة نشاط الباحثين والعلماء قليلة جدا. محتاجين نعمق المفهوم ده في الحياة المصرية، مفهوم العلم من خلال الصحافة وسائل الإعلام. فطبعا كل التحية. كمان أنا عرفت أنه اللي فايزين كمان في المسابقة دي هيتم تدريبهم وسفرهم إلى ألمانيا للتعلم أو التعليم أصول الصحافة العلمية اللي محتاجينها جدا الفترة اللي جاية.